أنا كيميائي، درست بجامعة حلب كيمياء تطبيقية، ودرست بجامعة جراح باشا كيمياء في قسم الهندسة. انطلقت فكرة الصابون عندي بالسنة الثانية، فصرت اهتم بهذا الموضوع. وبعدها لما سويت مشروع التخرج، عن الصابون، واخذت فيه علامة عالية بالجامعة، ولقيت قبول من دكاترة الأتراك، فحبيت انه انا اشجع الفكرة. صرت احضر فيديوهات على اليوتيوب لسوبر عالميين، وبعدين حاولت اكون لي خلطة هيك تكون مفيدة للبشرة، وتكون ما فيها اي مواد مالئة، اي مواد مضرة للبشرة، او اي مواد كيميائية خطرة على البشرة. والحمد لله بدأت فيهم، ساويت تركيبة والناس صارت تجربها، يعني كل اللي اشتروا من عنا كان راضيين عن المنتج. الصابون الخامة اللي عم نساويه الرئيسية هي خامة فيها زيت جوز الهند المعروف بخواصه التجميلية وخواصه الطبية. عم نحاول انه نستخدمه بكميات عالية بالصابون حتى يكون مرطب للبشرة ومنعم للشعر ومغذي لفروة الرأس. الصناعة اللي عم نصنعها عم تكون كلها على البارد. الزيوت لما بنحني مصنع الصابون منها على البارد ما بتفقد خواصها التجميلية ولا خواصها الطبية، فلهذا السبب استهدفنا نحن الصناعة على البارد اللي تعتبر أفضل أنواع صناعة الصابون، وهي هلا الطريقة المعتمدة بأستراليا وأوروبا. الحمد لله نحن المنتج أرسلناه لألمانيا ولهولندا ولقى قبول جميل، إن شاء الله رح نطرحه بالسوق التركي، يعني بإذن الله إن شاء الله الله يوفقنا.